متتبع قناة شوف تي في. اليوم معنا واحد الشاب اللي هو تعرض للسرقة، مشى ليه هاتف بورطابل ديالو بهذا المعنى، تيقول لك بورطابل ديالو تيدير 4000 درهم، مشى يعني مريح في طابلة في قهوة، هي قهوة مشهورة بحي السلامة لا ديك اللي الاسم ديالها، مشى حط البورطابل في الطابلة ديالو، مشى يجيب غير كلينكس رجع لقاهم ما كاينش. باش نقربوكم الحقيقة نخليكم يقول تعاودينا. هضر انا خويا الشخص اللي مشى لي التليفون بواحد البساطة، يعني عاودينا كيفاش عاودينا كيف كنت مريح في قهوة. قهوة عطيني القهوة فين كاينة؟ قهوة في حي السلامة في 10 مارس على القرب ديالها بالعمالة سيدي عثمان. بلا ما تذكر الاسم ديال القهوة. المهم على كل حال انا كنت مريح في قهوة، مريح كونسونطري في قهوة، حاط التليفون ديالي ونط للكونطوار، نط للكونطوار القهوة، نط للكونطوار مشيت للقهوة، صديت هذاك اللي في الكونطوار قلت ليه انا راه دابا في حالة غادي نمشي للطواليط ونرجع. المهم ذكر انني مشيت للطواليط وخرجت عاود خرجت مشيت للكونطوار، جيت رجعت كنلقى التليفون ما كاينش التليفون، لكن القهوة بقى خاوية غير جوج الأشخاص اللي كاينين في قهوة فارغة. كنعيط على الدري اللي في قهوة قال لي يقول لي لا راه ميمكنش كذا. جيت أنا قلبت ربما يكون طايح في الفوطاية ولا شي حاجة، كنصوني على التليفون كيصوني باقي ما خرجش. في واحد اللحظة كنقول الدري اللي باش يعاود لي الكاميرا، نعرفوا الشخص اللي هز التليفون لانه هو كان مصطفى في الطابله، كيقول لي راه الكاميرات غير خدامين وهادي. شويه كنت فاجئ، كنحس براسي بانني كنت فرق بواحد البساطه، بواحد البساطه انا ما فهمتهاش. نعاود عاوتاني نستدعي داك اللي في الكونطوار، كنصون عليه تمشي عنده التليفون. شوية ما أدرك بيه كنلقى تليفون طفى. ملي قلت لي راه الشخص اللي كان معايا هو هذاك الشخص اللي كان، كيقول لي هو لا ما يمكنش يهزلك. وملي قلت لي دابا شنو الحل، غتعطيوني تليفوني شوفوا لي سول السيرفور كذا، هادي كلشي دار عملية تنكر نكرو. ملي قلت لي دابا شنو دابا، قال لي سير ديكلاري ولا دبر راسك. دابا انت كنتي مريح في قهوه، قلت البورطابل ديالك شحال يدير، شحال تقدر الثمن ديالو؟ الثمن ديالو هو 4000 درهم. 4000 درهم و 4000 درهم. ايه وانني القهوه واش القهوه فيها الكاميرا؟ والقهوه راه فيها الكاميرا، وانه ما بغاش يعاود لي الكاميرا، ما بغاش يحقق معايا بتدقيق الشخص اللي انه هز التليفون. ما عرفتش من دير. المهم انا دابا انا راه غادي نمشي نديكلاري، وكنتمنى ان السلطات يوقفوا معايا باش نرجع التليفون ديالي. دابا انت قلت لي التليفون ديالك فيه اسرار ديالك، اسرار بحال هادشي، الاسرار ديالي فيه حوايج ديال الخدمه، فيه العائله، فيه الوليدات، فهمتيني، فيه بزاف د الاسرار غامضه مجموعه تمايا. دابا انت ما تيهمكش التليفون ديالك فيه تيقدر ب 4000 درهم. انا تيهمني الاسرار ديال التليفون، يعني اسرار بحال فيه المعلومات في التصاور ديال ولادك، النوامر ديال التليفون ديال الناس اللي تنخدم معاهم في الخدمه، النوامر ديالهم وكل شيء. يعني ما خلاو لي حتى شي حاجه، ما خلاو لي حتى شي خيط انني نمشي للتليفون، لا نوامر ديال الناس لا حتى شي حاجه. بزاف المعلومات هازت حطت في التليفون ديال الخدمه، شي حوايج ديال الناس حطهم تمايا. ودل انا ما فهمتش كيفاش انهم خلوني انا نتسرقش في القهوه. هادي اللي كنعرف راسي انا في قهوه، مريح في قهوه، يعني راه كيكون تامين، ماشي غير ولي الشفار انك مريح في القهوه وكتسرق في نفس الوقت كتسرق. دابا انت تطالب بالاسترجاع، يعني في الشارع انا تسرقت ولا شي حاجه، انا مسروق في القهوه. عزيزي مشاهد قناه شوف تي في، هو تيقول لك انا ما بغيتش بالنسبه للهاتف النقال ديالي، بغيتو تم باش يرجعوه ليا.
كون ان التليفون فيه اسرار ديال ولادي ديال مرتي ربما لا ذكر باش غندخل واحد التفاصيل ان تيقولك من الزوجه ديالو راك عارف مشاهد قناه شوف تي في تعرفوا التليفون كيكون فيه اسرار خاصه ما بين السيد عنده مرتو عنده ولادو عنده بزاف الحوايج تيقولك انا داخل القهوه انا تنطالب بحاجه واحده تنطالب مول القهوه يتم استرجاع الكاميرا يشوف كيفاش التليفون مشى من غادي يمشي من غادي يدير التليفون من غادي يدير الكاميرا غادي التليفون غيبان شكون اللي داه ليه اش القهوه كانت ما فيهاش بزاف ديال في اللحظه اللي كنت فيها انا ما اللي تهز فيها اللحظه اللي تهز فيها التليفون ما كانوش اشخاص كان غير جوج ديال الاشخاص وشخص وواحد الشخص مباركين وصافي هادشي اللي كاين وكان داك الشخص اللي كان بارك حدايا هو دابا نتايا غادي توجه مباشره للدائره الامنيه تمشي عند البوليس باش ديكلاري انا غادي دابا نديكلاري ونمشي نشوف الدائره اللي محكوم عليها نشوفهم شنو غادي يديروا معايا وكنتمنى من عند الله بانهم يديروا معايا حل مالي القهوه باش يجبدوا بسوء باستطاعتهم انهم يجبدوا هذا الشخص هذا لانه القهوه ما كانتش عامره واشخاص ما كانوش برانيين عندك يعني اشخاص كانوا معروفين هنا كيسكنوا في عيد السلامه الناس عزيزي قناة شوف تي في كما تلاحظوا بان راه السيد كيطالب تعرض للسرقة والسرقة ديال الهاتف النقال ديالو هاتف النقال تيقول لك انا ما بغيت حتى شي حاجة بغيت استرجع الهاتف ديال النقال ديالي باش فيه تصاور ديال ولادي فيه تصاور ديال مرتي حتى لدرجة انه هو النوبل الاولى ملي لقيناه حنا لقيناه في واحد الهستيريا حتى الكمامة ما كانش دايرها يلا قالك انا دايرها في جيبي ولكن نسيت انا المشكل اللي عندي المشكلة هو بغيت التليفون يرجع ليا علاش حقروني انايا شافوني بواحد يعني بواحد ربما راه هو غيخليك يقول اشنو كيفاش تحقر المهم انا الوقت اللي استدعيت كان الجير ديال لا شوف دابا بالنسبه لهذا الهاتف نقال تقريبا وين مشى هذيك انا مشى ليا نهار الخميس نهار الخميس البارح مع 4:30 كندخل القهوه المهم حوالي نص ساعه باش وقع المشكل وانني خرج فهمتيني خرج ومشيت عند الجيرو قال لك نكلف القهوه وداكشي استعطفت معاه وداكشي هو بغا يدير معايا تحل قال لي واخا تمشي ما عرفتش فين قال لي صافي سير قلت له ولا ما يمكنش انا داخل القهوه متامن على راسي انني داخل القهوه يعني ماشي في الزنقه داخل القهوه حاسب راسي بانني مامن داخل القهوه وابوي يقول لي هو سير دبر راسك سير عند السلطات سير فيما بغيتي شغلك هذاك ما عندناش فيك حنايا حتى شي مشكل ما غندير معاك انا تحل ماشي سوقي هذاك الشيء بعيد مني ايوا مستطاعش كان نتايا تتعرف دابا الشخص لانني تشبت به وليا تعاود لي الكاميرا باش انني نحط الدليل على الامر لان ما عرفتش فين غادي يمشي التليفون ماشي طاح ولا شي حاجه محطوط فوق الطابله اللي انا مقاوي فيها مريح سرق. فيها محطوط سرق محطوط تهز التليفون واش شنو هو تهز ولا تسرق تهز طريقة السرقة داروا سرقة ما عرفش انا هاد السرقة هذا اللي هو تيدير الطريقة هذه كيسرق من 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 القهوة برودة وانه داك الشخص اصلا عنده ايد انت واش مشيت بلاتي واش مشيتي عند مول القهوة انت؟ واش انت مشيتي عند مول القهوة؟ مول القهوة شخصيا انا ما شفتوش انما شفت الجيرو وشفت هذاك الدري اللي مقابل في القهوة قال لي بان داك الشخص غير برا ملي غنبرر انا داك الشخص اللي هو غير كاين غير بوحدو شنو تيدير انا غير بوحدو هو اللي كاين مريح حدايا كنخليه نو شو خدام هذا واش هاد الشخص واش هو خدام في قهوه ولا كان مريح لا هو كيجي دائما القهوه وكيعرفوا داك الدري اللي في القهوه انت واش انت عندك شك في شي واحد من الدري عندي شك في شخص واحد هو اللي كاين ما كاينش شي شخص اخر يعني انا راه ما كاينش القهوه عامره باش غادي نبقى نقول اشخاص ولا شي حاجه شخص واحد هو اللي كان هو داك الشخص ملي كان نقول داك اللي مقابل بان راه كاين وكاين من بعد قلت لي رجع لي الكاميرا وغتبان هو بحال ستر على
سطر على الدري وصاحبي تيقول دابا نتايا، دابا نتايا شوف، دابا نتايا اشنو تطالب نتايا؟ انا كنطالب انا باسترجاع المعلومات الخاصه اللي خاصه بالتليفون ديالي. استر واش تطالب واش معلومات واش تطلب باش ترجع التليفون ديالك؟ انت تقول بوتي يحتوي على معلومات و التليفون اكيد انه راه فيه اسرار ديالي، فيه معلومات، فيه الزوجه ديالي، فيه اولادي، فيه العائله كامله برمتها، كامله العائله فيها، وفيها اشخاص ديال الخدمه، وفيها اشخاص متتبع قناه شوف تي في. تنتمنى من صاحب المقهى يرجع للكاميرا، لان تيقول لك السيد انا حقروني، انا ربما هو ما قالهاش ولكن غادي يعاود. استعطفت معاهم، استعطفت معاهم. لا واحد المعنى قلت لي قبل ما نسجل معاك قلت لي انا حقروني. كيفاش حقروني؟ بزاف جرى عليا وقال لي سير في حالاتك، فهمتيني؟ وقال لي سير في حالاتك، قال لي انت كتعرف السلطه، كتعرف الكوميسيريه، كتعرف سير ديكلاري، سير دبر راسك شغلك هذاك، حنا حنا سير دبر منك المخزون شوف واش غادي يدير معاك. متتبع قناة شوف تي في، كما لاحظتوا السيد تم سرقة الهاتف النقال ديالو، وكيطالب استرجاع الهاتف النقال ديالو اللي هو تقول لك تيحتوي على يعني على اسرار، فيها اسرار تصاور ديال ولادو وديال مرتو، وربما بلا ما ندخلوا في التفاصيل. نتمنوا الى كان مول القهوة اللي هو تيقول لك القهوة كاينة في شارع 10 مارس بحي سلامة في القنت، بلا ما ندخلوا في يعني في واحد التشهير بالمقهى او شي حاجه. تنتمنى تفتح تحقيق، نتمنى رجعوا للكاميرا والكاميرا غتبين الحقيقه. في انتظار ذلك تنتمنى للجميع التوفيق.